السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض يونت 1. ده آخر ليسون معايا في يونت 1، إن شاء الله هنشرحه مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. لكن قبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك للفيديو، لو أول مرة تشوف القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. زي ما شايفين درسنا النهاردة بيتكلم عن rounding rules، يعني قواعد التقريب. هنا تو ويز، عندنا طريقتين اقدر احل بيها الراوندنج دي. شايفين معايا هنا ذا فيرست واي، وهنا عندنا ذا سكند واي. هنبدا اول حاجه ذا فيرست واي. السؤال في الامتحان بيجي ازاي؟ يقول لك في الامتحان هنا راوند يعني قرب، يقول لك هنا عندي راوند النمبر ده تو ذا نيرست 1000، ويحط كده بين قوسين انك انت ايه، يوز ميد بوينت استراتيجي، استخدم الاستراتيجيه اللي اسمها ميد بوينت. او ممكن ما يقولكش ميد بوينت، ممكن يقولك استخدم استراتيجيه اللي هي ايه، نمبر لاين اللي هو خط الاعداد. تمام، يبقى عندنا ميد بوينت اللي هو عندنا الخط ده عاوز يختار هنا، او عاوز ان احنا نجد النقطه اللي بتكون عندنا في المنتصف. تمام تمام، طيب نحلها ازاي يا مس؟ شايفين معايا هو عاوز النمبر ده، بيقول لك تو ذا نيرست 1000، لاقرب ايه، لاقرب 1000. تمام، يبقى عندنا فين عندنا نيرست 1000، فين عندنا الاقرب 1000 اللي هو النمبر ده، ده عندنا ايه موجود في ال 1000. تعالوا كده نعمل له راوند. لكن قبل ما نيجي نعمل راوند تعالوا نقول معلومه صغيره قبل ما نكمل. عندنا النمبرز، عندنا في ارقام بتكون ريتش، اكتبها هنا كده، عندنا في ارقام بتكون عندنا ريتش وفي ارقام بتكون عندنا بور. تمام، هي ايه الارقام البور؟ عندنا زي 0، عندنا 1، عندنا 2، وعندنا 3، وعندنا 4. دي ارقام بقول عليها بور. طيب وفي ارقام بقول عليها ريتش، زي عندنا ايه، زي ال 5 و 6، وعندنا 7، وعندنا ال 8، وعندنا 9. الارقام دي بقول عليها ريتش. ليه بقول على دي بور وبقول على دي ريتش؟ بقول على دي بور لانها ما بتقدرش تدي حاجه للي قبليها. تمام، ما عندنا الريتش لا، اول ما بشوفها عندي في النمبر الارقام دي بتسمع للي قبليها وبتديله او بتزوده 1. يبقى عرفنا كده الريتش والبور. خليكم فاكرين الجزئيه دي عشان هنتكلم عنها بعد كده. طيب السؤال بتاعنا بيقول هنا عندنا راوند النمبر ده تو ذا نيرست 1000، عاوزين نقربه لاقرب 1000. فين عندنا ال 1000 اللي هو قلنا عليه نمبر 2؟ هنستخدم برضو زي ما قلنا خاصيه او استراتيجيه ميد بوينت استراتيجي. بنرسم اول حاجه عندنا النمبر لاين زي ما شايفين كده معايا. احنا قلنا فين؟ قلنا عندنا نيرست 1000، ال 1000 اللي هو عندنا نمبر 2. انا هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هجيب عندي نمبر 2 وهنزله هنا، واحط كل اللي قدامه، احط زيروز، احط ايه، احط زيروز على كل اللي قدامه، وبكتب عندنا اللي هو ذا لاست نمبر ده هحطه هنا. الخطوه اللي بعد كده هزود على النمبر ده 1، يبقى احنا عندنا من تحت خالص حطيت النمبر ده قدامه زيروز. طيب ومن فوق، من فوق هنا هزود 1 على ال 2 دي، هتبقى 3000، واحطها في النهايه عندنا النمبر لاين. تمام، احنا لسه عاوزين نجيب بعد كده ميد بوينت اللي هي النقطه في المنتصف. احنا عارفين عندنا النمبرز، عندنا ايه، 0، عندنا 1 2، عندنا 3 4 5، عندنا 6 7 8، وعندنا 9. عاوزين نجيب من النمبرز دي نجيب ميد بوينت، النقطه اللي في المنتصف. فين النقطه اللي في المنتصف؟ على طول هنقول يا مس النقطه اللي في المنتصف اللي هي عندنا نمبر 5، صح؟ يبقى عندنا هنا لما اجيب الميد بوينت استراتيجي يبقى هكتب النمبر بتاعي ده كله اللي هو ال 2000 دي هكتبها هنا، لكن على طول هكتب بعدها على طول احط عندنا 5، واحط كل النمبرز اللي قدامها دي 0. يبقى احنا عندنا الميد بوينت اللي هي 2500. تمام، احنا هنعمل ايه؟ هنحط عندنا ال 2000 دي هنا، وبعدها على طول هحط عندي 5، والباقي كله حط قدامه ايه، زيروز. يبقى احنا كده جبنا ميد بوينت استراتيجي. طب احنا عاوزين نعمل الراوند للنمبر بتاعنا ده، هنعمل له راوند. شايفين معايا علامه الراوند اسمها ايه او شكلها ازاي؟ بتكون كده شرطه وفيها عباره زي الماده اللي في اللغه العربيه دي، اسمها راوند. اسمها ايه؟ راوند. انا ممكن اقول راوند بالشكل ده، ممكن اقول دي اسمها راوند، ممكن اقول عليها كمان كلوز تو برضو نفس المعنى اللي هو راوند، ممكن كمان اقول عليها
approximately معناها عندنا دي وعندنا دي ودي وعندنا دي، الاربعه دول بنفس المعنى. تمام. طيب دلوقتي عاوزين نشوف النمبر بتاعي اللي هو ده، عاوزين نعمل له ايه؟ زي ما قلنا عاوزين نعمل له راوند. هل النمبر ده عندنا هيكون is close to 2 للنمبر ده؟ هيكون عندنا اقرب للنمبر ده اللي هو النمبر اللي احنا بيقول عليه في المسألة، هيكون is close to للنمبر ده ولا هيكون is close to للنمبر ده؟ هيكون اقرب لمين؟ لده ولا هيكون اقرب لده؟ طيب تعالوا نشوف، عندي طريقتين. الطريقة الاولى ان انا ببص على اول نمبر، اول نمبر عندنا اللي هو 1، ال 1 ده هيكون قريب عندنا لل 2000 اللي هو الرقم ده اللي هو عندنا الزيرو، هيكون بعد اللي هو النمبر ده اللي هو 5، يعني ال 1 دي هتكون بعد الزيرو ده ولا هتكون بعد ال 5 ده؟ لا طبعا ال 1 اللي هي دي هتكون after الزيرو ده، فبالتالي هتكون فين؟ هتكون هنا. قول يا مس لا صعبة، انا ممكن اتلخبط في الطريقة التانية. قلت لكم ايه؟ في ارقام عندنا ريتش وارقام عندنا بور. عندنا الارقام اللي هو عندنا ال1 ده اللي هو اقرب حاجه، ده ال1 ده بور ولا ريتش؟ لا يا مس عندنا ال1 ده اقرب حاجه، او ال1 ده عندنا بور. طالما بور يبقى هو عندنا هيكون اقرب لده، لو هو ريتش يبقى هيكون عندنا بعد الفايف. تمام. طبعا الكلام ده هيوضح برضو اكتر مع الامثله، لكن احنا لازم في البدايه كده نتكلم عن الدرس بوجه عام، وبعد كده كل حاجه هنفسرها عن طريق الاسئله. عندنا ذا فيرست واي، دي الطريقه الاولى، ما تقلقوش لو في حد من حضراتكم لسه ما فهمش معايا هتفهموا اكتر من خلال الامثله. طيب الطريقه الثانيه عن طريق يقول لك في الامتحان استخدم place value strategy، برضو بنستخدم عندنا round او يقول لك close او يقول لك عندنا approximately. تمام. اي صيغة من الثلاثة دول ممكن يطلبها في الامتحان. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي هي place value strategy، الطريقة دي بستخدم فيها ايه؟ عندنا بتعتمد على place value، place value اللي هي القيمة المكانية. عندنا النمبر بتاعي ده برضو انا عاوزة اعمل له round، بعمل له ازاي؟ اول حاجة عندنا التو دي موجودة فين؟ في الثاوزن، هو اصلا في المسألة فوق بيقول لك nearest thousand لأقرب الف، فعندنا التو هي اللي موجودة في الثاوزن. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبص على الوان، هقول للوان دي انت ريتش ولا بور؟ الوان هتقول هي بور، هتدي حاجة للتو؟ لا مش هتدي حاجة للتو، فبالتالي عندنا هقول ان هي اقرب حاجة ليها ايه؟ التو ثاوزن. تمام. بس كده خلاص، تعالوا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا وهنشوف الكلام ده من خلال الامثلة. طيب تعالوا هنا زي ما شايفين معايا الجزئين اللي قدامي دي، طبعا دي كلها امثله ومحلوله، تعالوا احنا نحل مع بعض الامثله علشان شرحنا يكون واضح وسهل وبسيط. هنا عندنا اكسرسايز نمبر 5، اول حاجه بيقول راوند ذا نمبرز تو ذا نيرست 10. شايفين معايا هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على 10. طيب يبقى احنا عندنا بنستخدم انهي استراتيجيه؟ بنستخدم الاستراتيجيه اللي اتكلمت عنها الاخيره خالص في اخر الصفحه اللي فاتت اللي هي بتتكلم عن place value. طيب هنحلها ازاي؟ هو بيقول nearest 10 يبقى احنا هنشتغل على ال 10. فين عندنا ال 10؟ عندنا ال 10 في المسألة دي اهي. تمام. يبقى انا هشتغل على ال 2. معايا شايفين معايا دي علامة round، دي علامة ايه؟ round، وهنا برضو في المسألة بيقول round. طيب هعمل ايه يا مس؟ هروح عندي للي قبلها على طول، هسألها عندنا مين اللي هي ال 3، هقول لها انت ريتش ولا بور؟ هتقول لي انا بور. طالما قالت لي بور يبقى هي مش هتدي حاجة لل 10 اللي انا بشتغل عليه، يبقى عندي كل اللي قبل اللي انا بشتغل عليه اللي هو التن قبليه هينزل زي ما هو، وطالما عندنا النمبر اللي بعده على طول ده بول ومش هيديني حاجه فالتو دي هتنزل، لان هي طلبت منها المساعده، لما لقيتها ان هي بول مش معاها حاجه فبالتالي هي هتنزل خلاص ومش عاوزه حاجه من حد، واللي قبله على طول هيبقى زيرو. فكده انا عملت راوند تو ذا نيرست 10. طيب تعالوا هنا نشتغل على ايه؟ على التين. فين التين؟ عندنا اللي هي فور. شوف عندي اللي قبلها، هقول لها انت ريتش ولا بور؟ طبعا احنا عارفين ان الناين دي ريتش، قلنا ريتش زي الفايف والسكس والسفن والايت والناين، الناين ريتش هتديها حاجة؟ اه طبعا هي غنية، هتديها ايه؟ هتديها وان. يبقى كل اللي هعمله اللي قبلها بينزل، ركزوا معايا، اللي قبل اللي انا بشتغل عليه بينزل زي ما هو، وطالما اللي اللي بعده ريتش اداله حاجه فالفور دي هتبقى 5، كل اللي قدامه هحط مكانه زيرو، انا عندي بس اللي هو الناين هحط مكانها زيرو. واحده كمان بنشتغل على التين، عندنا التين اهي، هشوف عندي اللي قبلها، اللي قبلها 5،
هسألها انت ريتش ولا بور؟ احنا عارفين ان 5 ريتش قلنا 5 6 7 8 9 يبقى عندنا 5 ريتش هتديها 1. لما ال 5 هتدي 1 لل 9 يبقى ال 9 هتبقى كام؟ 1 بلس 9 عندنا 10. يا مس هكتب ال 10؟ لا مش هكتب ال 10، ال 1 اللي معايا هديلي ال 4، ال 4 هتبقى كام؟ هتبقى 5. يبقى عندنا كده 5 0. طيب يا مس اللي قبله فين؟ اللي قبله اللي هنا ال 5 هحط كمان مكانها 0. قلنا كل اللي قبله بحط ايه؟ 0، واللي بعده بينزل، لكن هنا اختلفت معايا علشان هنا في 9، وال 9 لما عندنا حطينا لها 1 فبقت ب 10، فبالتالي احنا ال 10 ال 1 اللي معايا اديناه لل 4، فال 4 اصبحت 5، واللي قبله كله هينزل وهيبقى 0، تمام؟ يبقى عندنا 500. طيب تعالوا هنا هشتغل برضو على 10 اللي هي عندنا اللي هي ال 8. هسأل اللي قبلها ال 7 دي ريتش ولا بور؟ هتقولي انا ريتش، هتديها 1 هتبقى كام؟ عندنا ال 8 هتبقى 9. يبقى انا هنزل كل اللي قبلها، عندنا ال 1 وعندنا ال 2 وبعد كده طبعا هنا في كاما، عندنا ال 9 دي، عندنا ال 8 اصبحت 9، واللي قبله قلنا بنحط مكانه 0، تمام؟ طيب تعال round the numbers to the nearest 100. شايفين بيشتغل على ايه؟ 100. فين عندنا 100؟ عندنا 100 اللي هي دي، هنشتغل على دي. نسأل اللي قبلها انت ريتش ولا بور؟ هتقولي انا ريتش، هتديها 1 هتبقى ال 8 هتبقى 9، هنزلها وكل اللي قدامه عندي زيروز، في هنا 2 ديجيتس عندنا يبقى هينزلوا كده مكانهم وحط زيروز مكانهم، تمام؟ قالوا هنا برضو بيقول ايه nearest 100، فين عندنا ال 4؟ هسأل عندنا 1 ريتش ولا بور؟ لا انا بور، يبقى بالتالي 4 هتنزل زي ما هي وكل اللي قدامه هحط زيروز. هنا كمان بيشتغل على 100، فين 100؟ هنا. هسأل عندنا انت ريتش ولا بور؟ ال 9 دي ايه؟ ريتش، هتديها 1 يبقى دي هتبقى 4. طيب في حاجة قبلها؟ في عندنا 4000 قبلها، هتنزل و 3 دي اصبحت 4 وكل اللي قدامها زيروز. فيها كام نمبر؟ عندنا 2 نمبرز، هحطهم كده مكانهم زيروز. طيب عندنا بيقول عندنا هشتغل على ال 100، تمام 100 هنا. يبقى هسأل عندي ال 5 دي انت ريتش ولا بور؟ ال 5 هتقولي انا ريتش، يبقى هتدي 1 لل 9. طالما ادت 1 لل 9 تمام، انا هحط ايه؟ طبعا هحط اللي قبلها 0، عندنا 0 بتاع 2 وال 5 وال 9 دي احنا طبعا اديناها 1، هتصبح عندنا كام؟ 10. واحط الكاما والواحد اللي معايا هيروح للي بعده، يبقى 1 بلس 1 عندنا 2، يبقى 2 اصبح عندي 2000. اوكي طيب تعالوا هنا كمان round the numbers to the nearest 1000. شايفين معايا عاوز ايه؟ 1000. فين عندنا 1000؟ عندنا اللي هو ده، يبقى انا هشتغل على ده. هسأل اللي قبله انت ريتش ولا بور؟ طبعا ده عندنا بور، يبقى هيديها حاجة مش هيديها، يبقى عندنا ال 8 هتنزل وهنا 0 0 0، وكل اللي قبله بيكون عندي زيروز. هنا عندنا ده 1000. هسأل ال 9، ال 9 يا ريتش ولا بور؟ هتقولي لا طبعا انا ريتش، هتديها 1. يبقى ال 9 دي هتصبح كام عندنا؟ 10. طبعا مفيش حاجة هنا، فبالتالي ال 10 كاملة هتنزل. لو كان في نمبر هنا كنا هنزود على ال 1، كنا هنضيف له ال 1، لكن طبعا هنا مفيش، فال 10 هتنزل زي ما هي وكل اللي قدامه هينزل هيبقى زيروز. مرة كمان عندنا هنا هنشتغل على 1000. فين عندنا 1000؟ عندنا اللي هي 4 دي، في اللي قبلها، اللي قبلها عندنا 4. انت ريتش ولا بور؟ هتقولي انا بور. طالما هي بور يبقى انا هنزل كل ده مكانه زيروز عندنا، تمام بالشكل ده، واحط كاما، والفور طبعا خلاص هي مش تاخد حاجة فهتنزل هي كمان، وكل اللي قبلها هينزل بالشكل ده. طيب هنا كمان بنشتغل على ال 1000، ده عندنا ده 1000. هسأل عندي ال 5، هل انت ريتش ولا بور؟ هتقولي انا ريتش، هتديها 1 هتبقى 7 هتبقى 8، وعندنا حط الكاما وكل ده هيبقى عندي زيروز. اوكي نشوف بعد كده اللي بعده. هنا بيقول round، نكون عارفين صيغة السؤال كويس جدا. بيقول round the numbers to the nearest 10,000. 10,000 فين عندنا؟ في ال 10,000. تعالوا نشوف فين ال 10,000. طبعا دي 1,000، يبقى دي عندنا 10,000 اللي هي number 3، هنشتغل عليها. هروح للي قبلها انت ريتش ولا بور؟ ال 7 طبعا عارفينها ريتش، يبقى هتديها 1، ف 3 دي عندنا هتصبح ايه؟ 4. و7 دي حط
كل اللي بعده احط مكانه زيرو. اللي بعدها على طول بعد الجزئية او الحاجة اللي انا اشتغلت عليها كل اللي بعدها على طول بينزل زيرو. اما اللي قبلها لو انا مضفتلوش حاجة يبقى بينزل زي ما هو. تمام؟ طيب هنا عندنا بنشتغل على التين ثاوزند، فين عندنا اللي هي الناين. يلا مع بعض، هسأل اللي قبلها على طول الزيرو ريتش ولا بور؟ هتقولي انا بور، فبالتالي مش تدي حاجة. عندنا التويني ناين دي هتنزل زي ما هي، وكل اللي قدامه هينزل زيروز. تمام؟ هنحل دي وهنحل دي لوحدنا. تعالوا دي بيقول هنا تو ذا نيرست 100,000، شايفين معايا 100,000 فين؟ 100,000 عندنا 100,000 اللي هي دي اللي هي 4 دي. هنعمل لها ايه؟ هنسأل اللي قبلها انت ريتش ولا بور؟ هتقول لي انا ريتش، فالايت هتدي 1 للفور، الفور هتبقى كام؟ عندنا 5، وكل اللي قدامها ينزل زيروز. تمام بالشكل ده. اللي بعدها عندنا 100,000 عندنا الفور دي هنا، طبعا هسأل اللي قبلها تقولي لا انا بور مش تديها حاجة، فبالتالي انا هنزل 4 اللي هي دي الاخيرة اللي موجودة في 100,000، وهنزل كل ده زيروز. عندنا كده 0,0,0,0,0. تمام؟ برضو هنحل دول خلاص كده لوحدنا. تعالوا برضو هنا جايب واحدة عن مليون، هنشتغل على مليون اللي هي دي. هشوف اللي قبلها عندنا طبعا دي بور، فبالتالي هنزل عندنا 5 وحط كاما وحط كل ده اللي قدامه. تمام بالشكل ده. نشوف حل واحدة كمان، بيقول هنا عندنا مليون، فين عندنا مليون؟ هنلاحظ عندنا مليون اهو عندنا دي الفايف. هنعمل ايه؟ هنسأل اللي قبلها ريتش ولا بور؟ هتقولي انا ريتش، بالتالي الناين هتدي 1 للفايف، الفايف هتكون عندنا 6، هنزل عندي هقول 1 عندنا 3 وعندنا 6، وكل اللي قبله هينزل ايه؟ زيروس، او كل اللي بعده سوري هينزل زيروس. تمام؟ طبعا هنحل دي كمان لوحدنا. تعالوا هنا بيقول تو ذا نيرست مليارد، فين عندنا مليارد؟ عندنا 5. هسأل اللي قبلها ريتش ولا بور؟ هتقولي انا بور، فبالتالي مش هدي حاجة للفايف، فايف هتنزل زي ما هي، وهنزل كله بعد كده عندنا ايه؟ زيروز، هينزل زي ما هو. طيب تعالوا نحل دي كمان، هو بيقول عندنا مليارد، فين عندنا مليارد؟ عندنا مليارد اللي هو الزيرو. تمام، يبقى هعمل ايه؟ هسأل اللي قبله الناين دي يا ناين هتديني 1؟ لانها ريتش هتديها طبعا ايه؟ 1، فعندنا الزيرو هيصبح 1، فالوان دي هتنزل، والوان اللي احنا عملناها جديدة هتبقى بالشكل ده، وكل اللي قبله هيبقى عندي ايه؟ زيروز بالشكل ده. تعالوا معايا نحل السؤال اللي بعده، بيقول هنا complete، جايب النمبر ده بيقول to the nearest thousand، فين الثاوزند؟ الثاوزند اللي هي 3. طيب 3 دي قبلها 4، هتديها حاجة؟ لا، فبالتالي عندنا بالتالي هتكون 3000. طيب to the nearest thousand، فين الثاوزند؟ اهي قبلها 6، ال 6 طبعا ريتش هتديها 1، فال 6 دي هتبقى 7، فبالتالي هقول 57. تمام، وكل اللي قبلها هحط مكانه 0. تمام، زي ما شايفين معايا 0 0 0. ذا نمبر ده تو ذا نيرست 1000، فين ال 1000؟ عندنا اهو. تمام، قبله مين؟ 1، طبعا ال 1 دي بور مش تديها حاجه، فهتبقى زي ما هي، يبقى انا هنزل ده كله زي ما هو. تمام، اما اللي قبله ده هيبقى كله 0. The number ده to the nearest million، فين المليون؟ عندنا اهي اللي هي 3 دي، قبلها 5، طبعا ال 5 دي ريتش هتديها تبقى ايه؟ هتبقى 4، يبقى 3 دي مكانها هيبقى 4، وكل اللي قدامه يبقى 0، يبقى عندي 1 6 4. تمام، احط الكوما 0 0 0 و 0 0 0. تمام، طيب to the nearest 10,000، فين ال 10,000؟ ال 10,000 اللي هي 3، قبلها 4، الفور طبعا دي بور هتديها؟ لا مش هتديها، فبالتالي عندنا ال 3 تبقى زي ما هي، واحط كل اللي قدامها 0. تو ذا نيرست 100، فين 100؟ ال 100 اللي هي دي اللي هي 3، قبلها 6 هتديها؟ عشان ال 6 دي ريتش، يبقى هتبقى 4، يبقى عندنا ال 4 دي اللي بعدها هتنزل. تمام، والفور دي اللي هي ال 3 خلاص يعني اصبحت 4، وبعدين 0 0. طيب تو ذا نيرست 1000، ال 1000 فين؟ اهو قبله مين؟ قبله 4، الفور طبعا دي بور هتديها؟ لا مش هتديها حاجة، هتبقى 16 تنزل، و 0 0 0 كل النمبرز اللي قبله. تمام، تعالوا معايا نشوف اللي بعده.
Round each of the following by using the midpoint strategy. بيقول هنا ايه round each، كل قرب كل من التالي، بيقول باستخدام عاوز نستخدم midpoint strategy زي ما خدناها في الاول. بيقول record the midpoint، بيقول سجل النقطة دي number line، بيقول هنا of the number line على خط الاعداد and the place of each number، then round to the nearest thousand، عاوز نقربه الى ايه nearest thousand. تعالوا مع بعض نبدأ نشوف. اول حاجة احنا عندنا النمبر بتاعي ده، عاوزين نشوف هنحطه فين في مكانه بالظبط. لكن في البداية علشان احطه لازم اجيب الاول ميد بوينت. طبعا احنا بنرسم عندنا النمبر لاين، قلنا السكس دي باخدها وحط كل اللي قدامها زيروز، دي اول واحدة على النمبر لاين. واللي فوق بعمل ايه، دي سكس بزود عليها وان سيفن ثاوزند، تمام بالشكل ده. احطها عندي من فوق، يبقى هاخد دي واحطها تحت وازود عليها 1 واحطه فوق. عاوز اجيب المنتصف، المنتصف بنزل الرقم اللي بشتغل عليه اللي هو 1000، واللي قبله على طول بحط مكانه ايه، هنا في زيرو بحط عندي 5 واحط كله زيروز. كده انا جبت ميد. عاوز اعرف النمبر بتاعي ده هيكون ايه راوند 2 لده كل ده للي فوق. طيب تعالوا مع بعض نشوف. احنا قلنا ايه، قلنا عندنا في ايه، هنا في عندنا 7. طيب السيفن دي هتكون فين؟ السيفن دي عندنا ريتش ولا بور؟ حد هيقول يا ميس دي ريتش. طالما هي ريتش يبقى هي بعد الفايف، هي بعد ايه؟ بعد الفايف. يبقى عندنا النمبر ده is round 2 للنمبر ده، هيكون اقرب للرقم اللي هو من فوق ده. دي البوينت دي هحطها فين؟ هحطها هنا. يبقى هكتب كده 6 وعندنا 7 وعندي كده 0 0، تمام. بعد كده بيقول هنا اعمل لها ايه، لسه السؤال بتاعي ما خلصش. هو بيقول لك هنا then round to the nearest thousand. طيب فين عندنا thousand؟ عندنا thousand اللي هو السكس. هسأل السفن انت ريتش ولا بور؟ هتقول لي ريتش، يبقى هتدي 1 للسكس، يبقى عندنا كام؟ عندنا 7000. يبقى دي عندنا اجابة الجزئية دي، والجزئية دي اجابتها اللي هو ايه، شق السؤال من فوق. تعالوا مرة تانية نشوف. عندنا برضو هو هنا حط عندنا 9000 زي ما قلت، وحط عندنا 10000، زود عن 9 دي 1 وحطها عندنا فوق اصبحت 10. هنعمل ايه، هنحط، هنجيب عندنا ميد بوينت استراتيجي. بنعمل ايه يا ميس، شايفين ال 9 دي، بنزلها واحط كاما، واللي قبلها على طول بحط عند كام 5 5، واحط ال 5 واحط 0 واحط 0. كده انا جبت ميد بوينت. عاوز اعرف النمبر ده هيكون از نيرست تو للنمبر ده ولا هيكون عندنا فوق. بسأل الثري دي انت ريتش ولا بور؟ هتقولي لا انا بور. هيبقى عندنا طالما بور يبقى هي اقرب للنمبر ده، راوند تو للنمبر ده. فبالتالي عندنا النقطة دي هحطها فين؟ هحطها عندنا هنا. يبقى عندنا هكتب النمبر بتاعي بالشكل ده، تمام. لسه السؤال بتاعي الشق التاني فيه بيقول نيرست ثاوزند، فين عندنا ثاوزندز اللي هي الناين دي. هسأل عندي اللي قبلها ريتش ولا بور؟ قالت لي بور، فبالتالي مش تديها حاجة في الناين، هتنزل حط كاما 0 0 0، وهي دي الانسر الاخيرة بتاعتي، تمام. حلو نحل دي. شايفين معايا هو هنا جايب ايه؟ هو طبعا احنا نشتغل على ثاوزند، يبقى هنا عندنا فين ثاوزند؟ عندنا 6، نزل عندنا 6 دي زي ما هي، وطبعا اللي قبلها في 1 وكل اللي بعدها حط زيروز. هحط الرقم اللي فوق السكس دي هنزود عليها 1 هتصبح عندنا 7، تمام. يبقى عندنا 17، وكل اللي قدامها هحط مكانه زيروز واحط النمبر بتاعي من فوق. طيب الخطوه اللي بعد كده هنجيب ميد بوينت، النقطه اللي في النص. شايفين معايا السكس دي، طبعا انا هنزل عندنا 16، وهنا قبلها في 0 هينزل عندنا احط 5 واحط 0 واحط 0. انا كده جبت ميد بوينت، انا كده جبت ميد بوينت النقطه اللي في النص. طيب هنعمل ايه الخطوة اللي بعد كده؟ عاوزين نعرف الرقم ده هيكون ايه راوند 2 لده ولا عندنا ده. هنعملين على الرقم ده، فانا هسأل اللي قبله على طول، اللي قبله على طول 4، طبعا الفور دي عندنا بور، فبالتالي عندنا النمبر ده هيكون is nearest to للنمبر ده. يبقى انا ممكن احط عندي الرقم ده، احط مثلا هنا اكتب كده 16، تمام 16، وحط الفور وحط 0 وحط عندنا 1 بالشكل ده. اخر حاجه هو عاوز ان احنا نعمل لها راوند تو ذا نيرست 1000. نيرست 1000 فين عندنا؟ طب تعالوا نشوف مع بعض، احنا شغالين على الرقم ده. هنسال ال6، هنسال ال4 ريتش ولا بور؟ هتقول لي انا بور، فبالتالي عندي ال16 هتنزل واحط 0 0 0. عندنا بيقول نعمل له راوندنج. اول هنا عندنا حطينا ايه زي ما قلنا، حطينا 19000، وهنا طبعا زودنا عليها 1 اصبحت 20000،
وبعدين هنا بحط ايه قلنا 19 وحط عندنا الكاما، ودي هخليها كام عندنا 5 تمام، و 0 0 يبقى 0 0 بجيب النص على طول، بجيب الهاف بتاعتها تمام، الهاف اللي بين الاتنين دول يعني بين عندنا ال 19000 و 20000 عندنا ده. طيب النمبر اللي قدامي ده is close to مين؟ دي ولا عندنا close to دي؟ ها لاحظوا معانا كده عندنا هنا في ايه 6654 ودي 500، يبقى هي is close to مين؟ لل 20000. يبقى بالتالي انا هقول له ان هي is close to مين؟ لل 20000. تعالوا نشوف اللي بعده. نشوف اللي بعده بيقول draw the number line label the midpoint and then round each of the four. ارسم بيقول number line، هو عاوزنا دلوقتي هنرسم احنا بايدينا number line، كل مرة هو بيرسمه لنا احنا دلوقتي هنرسمه، وبعد كده بيقول لك عاوز نحط midpoint وبعد كده هنعمل round. طيب يلا كده مع بعض هنبدأ كده نكبر ونحل، ركزوا معايا علشان هتحلوا الباقي لوحدكم تمام. هنرسم كده اول حاجة عندنا النمبر لاين بتاعنا زي ما شايفين معايا، عاوزين نحط بوينت هنا ونحط هنا وهنحط هنا، يلا مع بعض. طبعا احنا بنشتغل على ايه 100000، فين 100000؟ عندنا 100000 اللي هو ده، يبقى هشتغل على التو اللي يلا نحل مع بعض. اول حاجة بنعمل ايه التو دي بنزلها وحط كل قدامها زيروز واكتبها هنا، يبقى عندنا كده التو 0 0، بعد كده احط كاما 0 0 0 وفوق بزود عليها 1، يبقى عندنا 3 حط 0 0 كاما 0 0 0. عاوزين نجيب اللي في النص بنعمل ايه، شايفين التول اللي احنا بنشتغل عليها هطلعها فوق، وطبعا اللي قبلها على طول هو اللي بحط بعده 5 تمام، يبقى عندنا 0 كاما 0 0 0 تمام زي ما قلنا قبل كده كل مرة. يبقى احنا بنعمل ايه اللي قبلها على طول، كل مرة بوضح ان احنا بنحط على اللي قبلها على طول، طبعا احنا على حسب ال 100 على حسب البريس فاليو اللي احنا بنشتغل عليه تمام. عاوزين نعرف دي مكانها فين، شايفين معايا لو لاحظتوا مكانها هي اصلا عندنا in the midpoint، هي في المنتصف اصلا تمام. قول هنا to the nearest 100000، عاوزين هنعمل لها الاقرب هنا عندنا 100000. عندنا هسأل طبعا هنا احنا بنشتغل على دي، هسأل الفايف انت ريتش ولا بور، هتقول لي ريتش، هتدي 1 للتو فالتو هتصبح عندي 3، وهنزل طبعا كل الايه اللي قصادها هينزل زيروز تمام. طيب السؤال اللي بعده هنحل دي ودي لوحدنا، هحل معاكم كمان، هنعمل كده عندنا اول حاجة النمبر لاين بتاعنا، ولازم نكون عارفين هنا في بوينت وفي بوينت وهنا في كمان بوينت. هنعمل ايه عندنا بيشتغل على ايه هنا 10000، لازم الاول اعرف هو بيشتغل على ايه، هنا بشتغل على 10000، فين 10000؟ عندنا اللي هي دي شايفينها معايا، يبقى بالتالي هنزل عندي 3D واحط 6 واحط كل اللي قدامها احط ايه زيروز، وفوق هحط ايه احنا بنشتغل على دي، يبقى هي دي اللي هزودها، يبقى انا عندي احط كده 3 ال 6 دي هتكون 7، هنزل عندي 0.000 تمام. يبقى دي عندنا كده اللي فوق، اللي في النص قلنا بنعمل ايه احنا بنشتغل على دي صح، يبقى انا هنزل اللي قبلها واحط عندي 6 والزيرو دي على طول اللي قبلها هتصبح عندي 5.0000 بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده عاوزين نعرف دي اقرب لمين، اقرب لعندنا لدي ولا عندنا لدي، هسأل عندي اللي قبلها على طول، لازم احط كده بوينت كده من تحت علشان ما انساش واعرف انا بشتغل على ايه طول ما انا بحل المسألة. هسأل عندي اللي قبلها ريتش ولا بور، هتقول لي انا بور، طالما بور يبقى عندنا الجزئية دي هتكون فين، هتكون هنا في البوينت دي، هكتب دي هنا في المكان ده تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده اللي هي اخر خطوة، هو عاوز طبعا nearest 10000، عاوزين نقربها برضو لسه، فبالتالي هسأل التو دي انت ريتش ولا بور، هتقول لي انا بور، فبالتالي عندي الإجابة حط كده 3 6 والتو دي مكانها 0 وكله عندنا 0 0 0 وهي دي الأنسر بتاعتي. طيب تعالوا نحل السؤال اللي بعده، بيقول write 5 numbers، اكتب 5 أرقام if لو round to the nearest 1000 the result is done، يعني اكتب 5 أرقام لو ال5 أرقام دول احنا عملنا لهم تقريب ل nearest 1000 هيدينا الرقم ده تمام. اول حاجة عندنا النمبر الاساسي بتاعي نكتبه كده قدامنا تمام اهو،
ده الرقم الاساسي اللي هو عاوزه، عاوز 5 ارقام. الخمس ارقام دول لو عملنا لهم عندنا راوندد 1000 هيدينا الاجابه دي، يعني دي الاجابه. انا هجيب 5 ارقام لو انا عملت لهم راوند 2 ل 1000 هيدينا دي الريزلت. طيب يبقى احنا عندنا هنا 1000 اللي هو الرقم ده، الرقم ده موجود في 1000. طيب لما بيكون عندنا الرقم ده يعني معنى كده ان الرقم اللي انا هجيبه هتكون عندي فيه الانسر اللي هو 2. يبقى انا ممكن اجيب عندنا ارقام تكون ريتش وممكن تكون ارقام بور. فين يا مس؟ في الرقم اللي قبله على طول. ركزوا معايا، في الرقم اللي قبله على طول. يعني ايه؟ يعني انا يعني اول حاجه انا في الارقام بتاعتي الثري والوان دول هيكونوا معايا على طول، تمام. لو انا هختار هنا بور، ركزوا معايا، لو هجيب هنا رقم من الارقام البور بالتالي التو دي هتكون معايا على طول الطريق، تمام. يبقى هنزل التو وهنا هعمل كاما. هنا هجيب بور زي ايه؟ زي عندنا 0 زي 1 زي 2 ايا كان لحد 4. فانا ممكن احط مثلا عندنا هنا 4 واحط هنا عندي اي نمبرز، احط مثلا عندنا 3 احط 2، مش تفرق معايا اي نمبرز احطهم هنا. طب تعالوا نحل، يلا نحل. لو انا قلت عندي هنا انا بشتغل على دي، لو شفت عندنا اللي قبلها انت اتش ولا بور بور هتديها حاجه؟ لا مش تديها حاجه، فبالتالي هتنزل واللي قدامها زيروز، فهي دي الاجابه اللي هو عاوزها. كده انا جبت اول نمبر. تعالوا اجيب واحد تاني، ممكن برضو انا اضحك عليه برضو بنفس الصيغه دي. هنزل عندنا 3 وال1 وال4 دي، تمام. انا هخليها برضو بور، فبالتالي هنزل التو بتاعتي زي ما هي، وال4 دي اخليها مثلا 3، واحط مثلا هنا عندنا 1 احط 2 برضو مش هتفرق. ممكن اعمل برضو ايه رقم تاني، احط 3 واحط ال1 وال2، وبرضو اخلي هنا عندنا بور احط مثلا عندنا 2 واحط مثلا عندنا 4 واحط 5 اي حاجه هنا مش هتفرق. كده انا جبت له كام نمبر؟ جبت له 3 نمبرز. ممكن اعمل له كمان واحد عشان هو عاوز كام واحد؟ عاوز 5. برضو ممكن انزله واشتغل برضو على البول ونشتغل على الريتش. لا نشتغل على الريتش المره دي علشان ايه؟ علشان بس ايه نجرب. تعالوا هنا هنزل عندي الوان. طيب لو انا هنا عندي اشتغلت على الرقم ده خليته ريتش، طيب يبقى انا بالتالي يبقى انا لازم هغير في دي، عشان دي لو ريتش يبقى هتدي دي 1، فبالتالي انا هغير من التو دي هخليها كام؟ هخليها حاجه اقل منها. ليه اقل منها؟ 1. هخليها حاجه غير ال1؟ لا، ما انا لازم تبقى 1 عشان ال1 لما ادي له 1 هيبقى 2، فهديني الاجابه دي. وبعد كده احط هنا الكاما واحط هنا عندنا مثلا 7 علشان 7 ريتش، واحط هنا اي حاجه مش تفرق برضو معايا، تمام. يبقى هنا عندنا عملت ايه؟ انا غيرت الرقم بتاعي. ممكن برضو اجيب له رقم تاني برضو ريتش، بس برضو هينزل عندنا الوان ده، واحط عندنا الكاما السيفن دي احط مكانها ايت مثلا، واحط عندي مثلا 3 2، اي حاجة برضو مش هتفرق. تعالوا نعمل لها كده راوندد. الايت دي هتدي 1 للوان ده، هتصبح عندنا كام؟ هتصبح عندنا 2 اللي هي دي موجودة في المسألة بتاعتي اللي هي دي، تمام. وبعد كده عندنا هنزل كل اللي قدامه ايه؟ زيرو زي ما احنا كنا بنشتغل. كده انا جبت له كام نمبر؟ جبت له 5 نمبرز. تعالوا معايا نحل اسئله تشوز. هنا جايب بيقول عاوز 2 زنيرز. هو مديها لك هنا وحللها، بيقول لك يعني هو اشتغل على ايه؟ 2 زنيرز ايه. طب تعالوا نشوف، احنا عندنا هنا في 0 0، يعني هنا 0 وهنا 0، وبعدين هنا في ايه؟ في 4. الفور دي زي ما هي، يبقى معنى كده ان هو اشتغل على الفور، والفور دي موجودة اصلا في الهندرد، يعني هو عملها تو ذا نيرست هندرد، تمام. طيب راوندنج تو ذا نيرست، عاوزين برضو نعرف هنا هو عملها راوندنج تو ام. هنا 0 0 0، تمام، اللي هو ده. وبعدين الفايف دي اصبحت 6، يبقى هو اشتغل على اللي هنا ده. طيب وده ايه؟ ده عندنا ال 1000، يبقى هختار في ال 1000 نمبر ده راوند 2 للنمبر ده 2 ذا نيرست ايه. طيب تعالوا نشوف، لاحظنا ان كل دول بقوا 0 وال 3 هي اللي بقت 4، يعني هو اشتغل على دي، ودي مليون، يبقى انا هكتب هنا مليون. اللي بعدها راوندنج 2 ذا نيرست 10، عاوزها 2 نيرست 10. فين ال 10؟ ال 10 عندنا اللي هي دي اللي هي ال 5، قبلها 7 هتديها حاجه، فال 5 دي هتبقى 6، وطبعا اللي بعده هينزل، يعني هقول 2 3 6 بعدين 0، وطبعا بحط الكاما هنا، يبقى 2360، يبقى هختار اللي هي دي،
تمام. In approximating the number ده to the nearest 100 the result لما اعمل approximated للنمبر ده لل 100 approximated معناها تقريب يعني زي الراوندنج كده بالظبط. طيب هنا عندنا بيقول 100 ادي ال 100 اهي قبلها 2 هتديها لا يبقى عندنا 3 6 وال 2 دي هتبقى 0 وده هيبقى 0 يبقى 3600 هختار A. بيقول ان النحل ده ابي النحل بيحتوي على قد كده نحلة وبيقول number of bees عاوز to the nearest 10,000. طيب ال 10,000 دي فين؟ عندنا دي 1,000 10,000 اللي هي دي الزيرو قبلها 2 هتديها لا مش هتديها حاجة يبقى الوان هتنزل 0 0 كما وكله طبعا 0 يبقى هختار اللي هي A. اللي بعده بيقول ده rounding to the nearest 100,000 فين ال 100,000 اللي هي دي 100,000 قبلها 1 هتديها لا مش تديها حاجة فالسكس دي هتبقى زي ما هي وكله طبعا ايه 0 0 يبقى هختار اول واحدة rounding the number اللي هو ده to the nearest million فين المليون عندنا المليون اللي هي دي السر طبعا قبلها ايه هتديها 1 هتبقى 4 يبقى 4 مليون which answer represent rounding ده to the nearest million اي اجابة بتمثل rounding to million فين المليون عندنا اللي هي دي اللي هي 2 قبلها مين 5 هتديها 1 هتبقى 3 يبقى 30 3 والكل 0 يبقى انا هختار دي which answer could be rounded to اللي هو النمبر ده when rounded to the nearest 10,000 خلي بالكم السؤال ده مختلف عن كل الاسئله اللي احنا حليناها ايه النمبر لو احنا عملنا له rounded النمبر واحد من ده لما اجي اعمل له rounded to the nearest 10,000 هتدينا الاجابه اللي هي دي لو جينا مثلا احنا جربنا تعالوا معايا قالك ايه قالك في 10,000 فين ال 10,000 اللي هي دي فدي الفاي دي قبلها 5 هتديها هتبقى 3 يبقى مش تبقى النمبر ده طيب دي ال 10,000 اهي قبلها 6 لو عملت لها راوندد ف 6 تدي 1 لل 1 ده هتبقى 2 يبقى عندنا دي هتبقى 1 2 0 0 0 0 اللي هو النمبر ده يبقى دي الاجابه الصحيحه فانا بدور من دول ودي الاجابه اللي هو مديها لك هي دي الاجابه وانا بدور من دول لما اعمل راوند 2 زي 10,000 هيدينا الاجابه دي فهمتوا طيب راوند النمبر ده 2 زي نيرست مليارد فين المليارد المليار ده عندنا اهو اللي هي السكس دي قبلها 7 هتديها 1 ف 6 دي هتبقى 7 يبقى هختار 7 مليار تمام احنا نكون كده خلصنا مع بعض اليونت بالكامل ان شاء الله الفيديو القادم هيكون فيه مراجعه المراجعه دي هنزلها لكم في صوره كده مذكره يعني مذكره صغيره ممكن تكون حوالي 4 أو 5 ورقات المذكره دي ان شاء الله هنحلها مع بعض عايزه اقول لكم ان المذكره دي ان شاء الله مش هيطلع منها الامتحان الخاص بيه يونت 1 ان كل بعد يونت انا هنزل لكم مذكره المذكره دي برضو مش هيطلع منها ان شاء الله الامتحان كده تكون خلصت حلقتنا النهارده انتظروا فيديو المراجعه ثانكس فور واتشنج باي باي